التكثيف التلميذي من المندوب الجهوي للتربيه بولايه نابل الاستاذه سعيد السيد. نرجع للاتفاقيه التاريخيه استاذ السيد، اتفاقيه التعاون في المجال التربوي بين المندوبيه الجهويه للتربيه بنابل واكاديميه بيزنسان الفرنسيه، اتفاقيه مهمه جدا. شنو الهدف من هذه الاتفاقيه؟ ولا قبل ما نحكيوا على شنو هي الاتفاقيه هذه؟ هي في الحقيقة هو إحياء اتفاقية أو تجديد اتفاقية لأنه تم إمضاء وتوقيع اتفاقية شراكة إطارية منذ سنة 2009 في مجال التعاون والشراكة بين مندوبية الجهوية للتربية وأكاديمية بيزنسان. دونك من 2009 لم تتجدد الاتفاقية إلا يوم 5 جانفي 2016، رغم اللي هي المده نتاعها لا تتجاوز سنتين، يعني صلاحيه الاتفاقيه تتجدد، يعني 2011 المره تجدد كل سنتين تتجدد. الاتفاقيه هذه هي تتعلق فيها 5 محاور. المحور هو الاول هو التعاون بين المصالح الاداريه والاطاريه التربويه، يعني الفرنسيه والعربية، مثل تبادل الخبرات والمقاربات البيداغوجية وإنجاز مشاريع مشتركة، الحوكمة وتقييم المؤسسات التربوية في مجال الحوكمة، ترشيد الممارسات داخل المؤسسات في المجال التربوي وتقييمها، مساعدة مديري المؤسسات التربوية على تصور مشاريع وكيفية تقييم هذه المشاريع، تطوير ثقافة الحوكمة، هذا الكل فيه فما تبادل. فما المحور الثالث الشراكات والتبادل المدرسي، وهذا اللي تم بصفة مكثفة منذ العمل عليه حتى وقت لي وقت اللي لم تجدد الاتفاقية وطيلة سنوات الثورة إلى حدود الآن، قعد العمل يمشي أونفيوز، قعد فما تبادل زيارات، خاصة فما توأمات بين إعداديات وإعداديات في نابل وإعداديات في بيزنسان، بين معاهد في نابل ومعاهد في بيزنسان، بحيث تم تنقل وفد تلمذي في فيفري 2014 زار بيزنسان، أي من نابل، كان مثمر جدا من الإعدادية النموذجية. كيف في ماي 2014 23 متفقد للفرنسية تلقاو تكوين في بيزنسان كيف في مارس 2015 أداء وفد تلمذي فرنسي إلى نابل هنا، في ديسمبر 2015 أداء زيارة لبيزنسان من قبل 7 أساتذة من المعاهد والإعداديات. وكانت هدف الزيارة الأخرانية هو تصور مشاريع جديدة للتوأمة بين الجهتين. الهدف الرابع هو دعم تعليم اللغة الفرنسية في تونس واللغة العربية في المؤسسات التربوية في بيزنسان. وهذايا الهدف هذا هو اللي عجبني برشا، لأنه اللغة العربية نعرفوا اللي ما كانتش مرغوب فيها، وما لم يعبر أي طرف من أي أنه اللغة العربية يحب يدرسها. نلقى الطرف الفرنسي متشبث، وساعات السفير أيضا متشبث ياسر بما أنه هو يتكلم ويحذق اللغة العربية تماما. دونك فما برنامج أنه تكوين أساسي ومستمر لأساتذة من نابل ومتفقدين ومكونين في اللغة الفرنسية من قبل الأكاديمية، وكيف تتولى المندوبية الجهوية للتربية دعم الأكاديمية في تدريس اللغة العربية. لي موداليتي، اساليب الدعم، كيفاش باش تكون، شكون باش يدرس، هذايا مازال معناها لم يحدد بعد، لكن الهدف اكيد باش توصلوا الهدف هذاك مهم. احنا اللي يهمنا هو انه بالنسبه ليا امونسونس الاتفاقيه ليست استفاده من الطرف الفرنسي، انا التبعيه ما نحبهاش. كيف نقول اتفاقية، مانيش الهدف متاعي الأولاني هو أني سأستفيد،
انا نحب استفيد وافيد، لانه الطرف الاخر وقت اللي ما يعرف وقت اللي يحس انك مش تفيده باش يولي عنده لو دوسو عليك. واحنا كما قلت لك احنا الند للند، اذا كان اتفاقيه وقف فيها سفير فرنسي وقف فيها النظير نتاع مندوب جهوي للتربيه فرنسي، دونك اوني سور لو ميم بلان ديغاليتي. اذا انا وقت اللي يتنقلوا تلامذة البزنسان ويعرفوا بالحياه المدرسيه التونسيه، يعرفوا بالنظام التربوي التونسي تلامذة ولا اساتذه ولا متفقدين، ويعرفوا بيقراوا كتب، معناها يهزوا كتب لمؤلفين توانسه يقراوهم الفرنسيس ويعرفوا بهم وفيس فيرسا، انا نقول قاعدين نفيدوهم ونستفادوا منهم، نستفادوا منهم. هذا الهدف الاولاني. ثاني حاجه الى جانب الجانب الاكاديمي للموضوع، معناها التكوين في اللغه الفرنسيه والرياضيات وكل، فما تبادل الخبره، تبادل الزياره، تبادل المشاريع. اللي يهمني اكثر هو مواضيع الساعه اللي هما إرساء قيم التسامح والاعتدال واحترام الغير والتفتح على الغير وقبول الآخر من قبل الناشئ. يعني التعايش مع تربيهم على هذا، انا وقت اللي يمشي وفد من التلاميذ ويشوفوا الحياه المدرسيه في بوزونسون كيفاش تكون وكيفاش طريقه التعامل الاطراف مع بعضهم، يكونوا معناها نماذج حيه، وضعيات حيه يعيشها التلميذ باش يولي يحاول ينسج على منوالها ويستبطنها وينسج على منوالها وهذا اللي تبقى له. لانه تبادل الزيارات مش فقط خلافا لما يتبادر الى الذهن، انه نمشي ونزور وما ماشي نحوسوا، لا، كيف يعيش الوضع هو ويعيش طريقة التعامل بين مختلف الأطراف وبين التلامذة فيما بعضهم وكيفية إنجاز المشاريع وكيفية تقييمها وكيفية سير الحياة المدرسية، هذاك اللي نحب نوصلوله ونحب نتعلمه. فما اللي عجبني أيضا هو أنه ما تصورش قداش الطرف الفرنسي متشبث بهالشراكة هذه. بالحق مهم جدا، معناها ما فماش هكل عامل عليك مزية النية قال لي أنا فرنسي وعامل مزية وجاي مش نفيدك وجاي لا، حتى من خلال زياراتهم لمسنا احترام واحترام كبير. وهذا علاش انا ننخرط وعيني مغمضه، خاطر اذا كان ما فماش احترام انا كنت ربما الاتفاقيه في غنى عنها، خليها لكن احترام كبير. ما تصورش لي ميل اللي يبعثوهم لي قبل الاتفاقيه حارسين خايفين لا سيد الوزير ما يوقعش على ما يوافقش، لانه الاوروبي بصفه عامه مثل نقول الفرنساوي يعرف قيمه الحاجه باش يتعلم حاجه جديده. جوستومون يحب ياخذ منك. جوستومون يحب ياخذ البلوس منك. وتويك تعرفوا انه حتى في تدريس العربيه فما حكمه زاده. انا وقت اللي نحب نعرف شعب نعرف لغته. جوستومون وقت اللي نحب نفهم شعب، علاش هما السفير يلزموا يكون قاري العربيه ودارسها؟ على خاطر يلزموا يفهم لغتك الشعب هذاك اللي هو مشاله. دونك هذايا الكل خلى هالاتفاقيه اللي هي الوحيده في المجال التربوي في تونس. وفما زوز مندوبيات اخرين ان شاء الله ينسجوا على منوال الاتفاقيه هذه، وان شاء الله الاتفاقيه تزيد تتوسع نحو توأمه اوسع، نحو اطراف اكثر باش تعطي اكلها. وقتاش تدخل حيز النفاذ هذه الاتفاقيه الى جانب انك هي ديجا بدات دخلت حيز النفاذ؟ لا، بدين ولم تنقطع. موقفتش. الوفد الفرنسي زارنا كما قلت لك في نوفمبر. زارنا الوفد الفرنسي من اكاديميه بوزونسون واتفقنا على تبادل زيارات اخرى. واتفقنا على نص الاتفاقيه، فما كلكو ريكتيفيكاسيون من الطرفين زاد حتى اللي غيروه هما ما صححنا الا ما احنا وافقنا عليه ايضا. معناها بعض التغييرات مش املاءات مفروض لكم تصير، ليست املاءات وليست مزيه تبعية. وليست تبعيه، هي اتفاقيه شراكه، الند للند ترفع لنا روسنا. وهذا اللي انا نمشي فيه، سينو كما قلت لك كنت ما نمشيش فيها مهما كان. اكيد هذا ان بلوس معناها للمنظومه التربويه للكل، خاصه للنابل معناها سي با
معناه أنها تنفرد جهة نابل بإمضاء اتفاقية وحيدة في المنظومة التربوية الوطنية الكل. دونك كل تقريبا الجهات تتمنى لو كان أنه يتم النسج على منوال هذه الاتفاقية. فاصل بعده نرجع نحكيه على حاجة انتريسونت برشا برشا برشا. يعني أنا توا نحكي مع أستاذة سعيدة السيد قاعدة نشوف في جوازات سفر شنو ما الجوازات السفر هذوما نحكيه فيهم بعد الفاصل.